تسبح لحبيبي يسوع، تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف. الغالي يسوع اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف. الغالي يسوع اللي بيمنحني البسمة تملي في وسط حزن. الغالي يسوع قرب يجي حبيبي الغالي وياخدنا معاه للسما على طول. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. حضراتكم معانا اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الطريق في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم تسبيح وتهليل. بيشرفني في الحلقه النهارده مرنم اسرائيل الحلو، دايما اتربينا على كل ترانيمه الجميله وبنتعزى بكل الحانه، والنهارده انا سعيده جدا بوجوده معانا المرنم زكريا حنا. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا اختي ايمان، منورنا بجد. ربنا يباركك، ده نور رب. ماشي، شرف انكم اكون معاكم النهارده. اعزائي المشاهدين هنتكلم عن الحرب الروحيه وازاي بالتسبيح نخوض الحرب الروحيه. ابليس دايما بيهاجمنا في الليل والنهار. زمان كان في مملكه واحده، لو قرينا في سفر اشعياء اصحاح 14 كان في مملكه النور، لكن لما الملاك العظيم اللي هو زهره بنت الصبح اتعالى على عرش الرب وكان عايز يبقى مكان الرب، لكنه سقط، وهو سقط في سقوطه العظيم اخد عدد كتير جدا جدا من الملائكه الساقطين، فاصبح عندنا مملكتين، مملكه النور ومملكه الظلمه. طيب هتسالوني ازاي احنا في الارض دي هنحارب مملكه الظلمه؟ تعالوا بينا هنرنم بعض الترنيمات اللي هي بتعدنا ان احنا ننتصر على مملكه الظلمه ونعيش في مملكه النور. تعالوا نبدا تسبيحنا بالترنيمة الجميلة اللي بتقول بدخل عرش النعمة واسكب نفسي أمامك. تفضل أخي. أمين. مع بعض نقول الترنيمة دي، وفيها الكتاب بيقول فتقدم بثقة إلى عرش النعمة. بدخل أمين. عرش النعمة واسكب نفسي أمامك، ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، اكشف كل خبايا بنور. أمين. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك، ناظر لي واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك، ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. اصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمات تسبيحة، ويطيب قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمات تسبيحة، ويطيب قلبي ليك يتكلم
وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل العرش النعمة واصدق اني وعودك قوة لذاتي، واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل العرش النعمة واصدق اني وعودك قوة لذاتي، واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. هللويا. امين. قد ايه الترنيمة دي انا بحبها جدا جدا. امين. بدخل وانا كمان بجد. الترنيمة دي بتقول بدخل عرش النعمة تنطلق الكلمات تسبيحة. فلما انا الكلمات دي بلمسها بتديني نصرة على كل الحرب اللي بيشنها عدو الخير عليا. مرات كتيرة بيشن عليا خوف، بيشن عليا ضعف، بيشن عليا شك، بيشن عليا امراض، بيشن عليا رهبة من اي موضوع اي كان. لكن لما بسمع الترنيمة دي انا بخش عرش النعمة بستمد قوة. حضرتك بتستمد؟ طبعا جدا. لازم لازم طبعا طبعا. الرب رائع جدا. التسبيح هو قوة، التسبيح هو فرح. وكتاب بيقول في مزمور 100 اختي ايمان الايه رقم 2 ده تقريبا هو اساس كل وقت فيه عبادة قدام الرب. هللويا. مزمور 100 الايه رقم 2 يقول الكتاب اعبدوا الرب بفرح ادخلوا الى حضرته بترنم اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم رعاه. التسبيح للرب لابد ان يكون مقترن بالفرح والتسبيح. امين. لازم يكون يعني مقترن بروح الابتهاج واحنا في محضر ربنا. أمين. ما ينفعش اكون قدام حد كبير عظيم جدا وانا زعلان. لا طبعا. ملك او رئيس يعني. يعني كم وكم بالحري امام الملك العظيم محضره محضر فرح وتسبيح وترنيم. هللويا. مجد للرب. شكرا يسوع. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نسمع ترنيمه جميله بنقولها زمان. ترنيمه جميله يعني هتسمعوها هتحسوا كده بالتعزيه. كنت عايش مغرور على حساب الدم، انا داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. ما اعظمك يا الهي. أمين. تعالوا بينا نرنمها وانتوا كمان في البيوت ترنموها. امين امين امين. عايز بس اقول حاجه يا اختي ايمان على الترنيمه دي ممكن؟ اتفضل. يعني هقول بس تعليق عليها قبل ما اقول. اتفضل. التسبيح والترنيم هو للشخص المؤمن اللي اختبر. اكيد. يعني لان كل ترنيمه ليها حكايه وقصه. فهنا المرنم هنا يعني اللي عمل الترنيمه دي هو كتب قصه اختباره. طبعا. انه قد ايه كان في العالم مجرور وكان مغرور وعدو الخير كان بيحاول ان هو لكن رجع. وبعد ما رجع صار ليه ضمان حياه على حساب دم يسوع. يعني فاللي عايز اقوله يعني لكل اخواتي واخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، التسبيح والترنيم لابد ان يكون لاختبار. لابد ان اتغير من الداخل يعني وبعدها اكون بسبح ورنم. لكن التسبيح والترنيم لشخص لم يختبر
محبة المسيح لم يختبر نعمة الله مش هيلمس كلمات الترنيمة، يعني بالنسبة له الوقت عبارة عن وقت موسيقى طبعا شعر نثر وهكذا فن بس فقط أو. لكن لم يدخل إلى عالم اللمسات الروحية. عشان كده عايز أقول إن الترنيمة دي اختبار، حد اختبر الرب يسوع وبعد كده بدأ يسبح ويقول على حساب الدم أنا داخل أمين. داخل لي نصيب يسوع أمين. سدد كل ديوني على عود الصليب وهيقدر يخوض الحرب الروحية. أمين أمين نعم أمين. عايش مغرور للعالم مغرور، كنت عايش مغرور للعالم مغرور، والشيطان هدفه إبعادي عن طريق النور، والشيطان هدفه إبعادي عن طريق النور، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، جدله بقلب حزين ودموعي على الخدين، جدله بقلب حزين ودموعي على خدين، طهر قلبي وريح نفسي سدد كل الدين، طهر قلبي وريح نفسي سدد كل الدين، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، قال لي فرحتي عندي إليك، قال لي فرحت بيك كل ما عندي إليك، كنوز مخفية ابحث عنها للمفاتيح في إيديك، كنوز مخفية ابحث عنها للمفاتيح في إيديك، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، عشان خاطر الجروع اسكرني بخمر الروح، عشان خاطر الجروع اسكرني بخمر الروح، هدفي وغايتي وكل أمان أعيش معك بالروح، هدفي وغايتي وكل أمال أعيش معك بالروح، على حساب
ابتسام اهتم وانا داخل داخل ليا نصيب يسوع يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب على حساب الدم انا داخل داخل ليا نصيب يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. هللويا هللويا مجد للرب. قد ايه ترنيمه بتلمس القلب وبتعزي وبتخلينا ندوس على الشيطان ونعرف طريق النور. اعزائي المشاهدين في البيوت، الرب بيطلب منكم انكم انتوا تتبعوا مملكه النور، وبالتسبيح هتقدروا تنتصروا على مملكه الظلمه. الابليس دوا المشتكي، لو قرينا في سفر الرؤيا اصحاح 12 المشتكي دوا ما تخافوش، لما يوحنا بيقول وسمعت صوتي من السماء خلاص من إلهنا طرح المشتكي. هيطرح المشتكي دوا قريب جدا. اللي كان بيشتكي عليكم ليل ونهار، اللي كان بيشتكي عليكم بمرض بألم بتجربة صعبة، الرب هيديك النصرة، بس انت تعالى واحصر نفسك في روح الله وقرب منه وعيش حياة التسبيح عشان تقدر تنتصر. ترنيمة حلوة اللي جاية دي بتقول معي في الطريق، واحنا بمناسبه في قناه الطريق. امين امين. يا اعز صديق جايه مظبوطه، يعني جايه مظبوطه. وفي وسط الضيق بتنجدني، لما بناديك حالا بلاقيك مديد لي ايديك وبتسندني. يعني في اثناء الحرب الروحيه لما انا بناديله هيجي بسرعه ولا هيبطئ يا اخ زكريا؟ ما فيش حاجه عنده اسمها يبطئ، لكن هو ليه وقته في جيلي. عايز اقول حاجه يا اختي ايمان، انه في الحرب الروحيه الناس كلها واخده فكرة عن انه فقط انا اكون بصلي بصوم، يعني لكن دايما يعني بسميها كده انه يعني ده الضلع الثالث للمثلث. حلو جدا. التسبيح. التسبيح. فممكن يكون حد مثلا بيصلي ويعني هو قدام الرب ينكسر، وقدام الرب يكون واخد وقت فيه كده يعني تذلل وكمان بيصوم يعني، وطبعا ده امر كتابي. ده كده ضلعين المثلث. لكن البعض ما يعرفش ان في حاجة اسمها قوة التسبيح. فعلا. والشكر والحمد. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. البعض أو معظم للأسف ما عرفش إن أنا لما أكون عندي أو علي حرب أو في عندي مشكلة أو إن أنا مع الصلاة والصوم لازم أكون بعمل إيه؟ أسبح وأكون بشكر رب وبقدم له كل الشكر وثقة في تسبيحي. ودلوقتي التسبيح دلوقتي موجود في كل، يعني أنا ممكن دلوقتي أفتح الموبايل أسمع ترنيمة، ممكن أفتح التلفزيون دلوقتي أسمع ترنيمة كل حتة في أي مكان وعلى الراديو. يعني التسبيح متاح ليك، ممكن كتاب صغير وأنا في خلوتي أسبح ورنة. نملى كل الكون تسبيح وشكر وحمد لله، لأن الكون اللي حوالينا مليان حاجات تانية اختمان، يعني طبعا الكون حوالينا مليان حاجات تانية ضد يسوع المسيح. فلازم يعني مين يعلن مجد يسوع المسيح؟ يعني ده كلام الكتاب في افس 3 اخر ايه، له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع. محدش يعلن مجد المسيح الا كنيسه المسيح. امين امين. ربنا يدينا قوه ونعيش حياه التسبيح عشان نشوف المسيح. امين امين امين. معي في الطريق اخر عدد بيقول بيك انا غالب كل التجارب مع المصاعب. مع المصاعب والعدو مغلوب، مش لسه هيتغلب لكن مغلوب. مغلوب كل الايام وعلى الدوام، هحتمي في الدم أيا مصلوب أيا مصلوب. وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكك وبطاري يا أعز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني، لما بناديك حالا بلاقيك مدد لي يديك وبتسندني بتسندني، وتقول ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك، وتقولي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك، وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، وأنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، وقت الآلام
بتجيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بناديك ربي ألاقيك جنبي طمن قلبي وترفعني وترفعني وتقولي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما براعي وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دوما براعي وعيني عليك كل الأيام يا ابني أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصيب كل يا مجيب وقت صلاتي وقت صلاتي أرجوك تسمعني في ضعف ارفعني إلهي شجعني وسط ضيقاتي وسط ضيقاتي وتقولي بيميني مسكاك وبرفعك وتقولي أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني بيك أنا غالب كل التجارب مع المصاعب والعدو مغلوب العدو مغلوب كل الأيام وعلى الدوام أحتمي في الدم يا مصلوب يا مصلوب وتقولي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني. هللويا مجد للرب. شكرا. هللويا. قد إيه العدو مغلوب؟ نعم عزيزي المشاهد أختي المشاهدة في الترنيمة دي قد إيه الكلمات بتاعتها قوية. ثق ثقة أكيدة إن الرب هيديك انتصار على إبليس على مملكة الظلمة على المشتكي اللي بيشتكي عليك ليل ونهار. ما تخافش ما تخافش من أحزان أو دموع أو أوجاع أو حد بيحاربك. العدو مغلوب وغلبه يسوع على الصليب. تيجوا في الترنيمة الأخيرة نقول له شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. بالتسبيح هتعيش حياة النصرة دايما. أمين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي في كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرا. كثيرين. أمين. أمين. كلنا مع بعض رانين كلنا. ماشي. حتى كمان أعزائي المشاهدين يكونوا يقولوا معانا ورانين معانا اللي شايفيننا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني. شكرا لله شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين. كفقراء
لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. يقودك الرب على الدوام يشبع في الجدوب نفسك ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنة الريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولا اكتفاء من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. اطلب الرب مدى ما يوجد ادعوه دوما فهو قريب. يعطي المعيا المعيا قدرة لعديم القوة يكسر شدتان. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. قد ايه الرب في حياتنا بيدينا نصرة ودايما معانا في موكب النصرة وبنسعى عنه كفقراء لا شيء لنا ولكن نصرتنا فيه هو. في اخر الحلقه بشكركم اعزائي المشاهدين. وقبل ما انهي الحلقه بحب اشكر الاخ زكريا حنا وربنا يباركك. شرف ليا اكون موجود معاكم واكيد يعني نشوفك بعد كده. امين امين رب امين. ربي يباركك في كل مكان وفي كل خدمه. يباركك. بترككم في رعايه يسوع وفي حلقه جديده من برنامجكم تسبيح وتهليل. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف الغالي يسوع. اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف الغالي يسوع. اللي بيمنحني البسمة تملي في وسط حزن الغالي يسوع. قرب يجي حبيبي الغالي وياخدنا معاه للسما على طول. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع.